السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ياسين حسن جريسي. اليوم سوف أشرح درس الضمائر. الضمائر تتقسم إلى نوعين، منفصلة ومتصلة. المنفصلة تتقسم إلى ثلاثة أنواع: ضمائر المتكلم، ضمائر الغائب، ضمائر المخاطب. ضمائر المتكلم: أنا ونحن، أنا طالب مجتهد، نحن طلاب مجتهدون. ضمائر الغائب هو للمفرد المذكر، هي للمفرد المؤنث، هما للمثنى بنوعيه، هم للجمع المذكر، هن للجمع المؤنث. هو طالب مجتهد، هي طالبة مجتهدة، هما طالبان مجتهدان، هما طالبتان مجتهدتان، هم طلاب مجتهدون، هن طالبات مجتهدات. ضمائر المخاطب: أنت للمفرد المذكر، أنت للمفرد المؤنث، أنتما للمثنى بنوعيه، أنتم للجمع المذكر، أنتن للجمع المؤنث. أنت طالب مجتهد، أنت طالبة مجتهدة، أنتما طالبان مجتهدان، أنتما طالبتان مجتهدتان، أنتم طلاب مجتهدون، أنتن طالبات مجتهدات. النوع آخر متصلة. متصلة بالاسم، متصلة بالفعل، متصلة بالحرف. متصلة بالاسم مثل كتابه. الهاء هنا ضمير متصل بالاسم. متصلة بالفعل مثل يأكل. واو الجماعة هنا ضمير متصل بالفعل. بالحرف مثل من هي، عليه، إليه. الهاء هنا ضمير متصل إلى الحرف. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سأشرح أداة الشرط. أداة الشرط أو يعني جملة الشرط تتكون من ثلاث أقسام: أداة الشرط، فعل الشرط، جواب الشرط. على سبيل المثال: من يذاكر ينجح. من أداة الشرط؟ يذاكر، فعل الشرط. ينجح، جواب الشرط. مثال آخر: إن تجتهد تفلح. إن أداة الشرط، تجتهد، فعل الشرط، تفلح، جواب الشرط. أنهينا الحصة. والسلام عليكم. السلام عليكم، أنا اسمي محمد أنس. اليوم سوف أحدثكم عن أسلوب التعجب. أسلوب التعجب يأتي على وزن ما أفعل، مثل ما أحلى هذه الحديقة، ما أحلى على وزن ما